معظم الستات بيفضل اللبس بالنسبه لها اكتر حاجه محيره. ممكن يبقى الدولاب يعني ما فيهوش نفس للهدوم، تقولك مش عارفه البس ايه. فاحنا النهارده هنعلمك بقى، ما عنديش هدوم اه بالظبط، ازاي تلبسي بقى بما يناسب الموضه بتاعه خريف او شتاء 2021، وازاي يبقى اللبس بتاعك يعني شكله حلو ولايق على الستايلات الحديثه اللي طالعه. مع ضيفتنا المشرفه في الاستوديو هيفرون، مصممه الازياء. اهلا بيكي هيفرون. اهلا وسهلا بكم. مرحبا، الله يخليك يا رب، سعيده جدا بتواجدي معكم. احنا اسعد، الله يكرمك. الله يسلمك يا رب. فصل الخريف والربيع، الاثنين دول فصلين دول تحسي ان انت محتاره فيهم، الصيف والشتاء ماشي واضحين وصراحه، لكن الخريف والصيف والربيع بتبقي محتاره تلبسي ايه، ومش عارفه ايه اللي يناسب الجو ده وشكلي وطبيعه بشرتي. خلينا نعرف معاكي النهارده مع كل مشاهداتنا ايه ابرز القطع الخريفيه اللي المفروض تكون اساسيه موجوده في دولابي. تمام. اول شيء في البدايه، بما انه نحن هاي السنه تعتبر كثير السنه يعني غير جيده على مستوى الكره الارضيه كلياتها، فبالنسبه لمصممين الازياء حبوا انه هيك يضيفوا البهجه والسرور لازياء الخريف والشتاء. الله الله سيدي. فاضافوا الوان جديده اللي اول مره بتنضاف بالشتاء والخريف، اللي هي الوان الباستيل. نحن دائما بنعهدها انه هي تكون متواجده بفصل الصيف، فهو الشيء الغريب انه هي هلا متواجده بفصل الشتاء والخريف. كمان في عنا اللون السماوي، هو شيء غريب جدا انه كمان ده لون ربيعي. ايه. السنه دي بقى داخل في الخريف وفي الشتاء. الخريف والشتاء عشان يحسنوا النفسيه. الله الله. احنا قاصدين لبس كمان يا جماعه، فعلا والله بيأثر على النفسيه جدا. الواحده لما تبقى لابسه حاجه كده وشكلها امور فيها، واقفه قدام المرايه، اعتقد دي تسنيم، بيبقى منشكحين، بيبقى في كده مبسوطين، النفسيه بديكي ثقه في نفسك. ايه طبعا. هو الشيء الغريب كمان انه بالنسبه لملابس الصوف والتريكو، دائما نحن بنعهد انه يا اما الوان حياتيه يا اما الوان ترابيه. اما بالنسبه لهذا الموسم لا، دخلوا فيه الالوان الفاتحه، الالوان الباستيل، يعني حتى الكارويات. يعني احيانا احنا مثلا الكارويات ملاحظه انه رجع موضه قوي. ايه موضه وبالوان الباستيل، يعني بتلاقي مثلا لون الباستيل الزهري الفاتح مع لون السماوي الفاتح متداخلين مع بعضهم، باضافه لون حياديه اما رماديه اما اسود، عاطي يعني جماليه كثير حلوه. اه فعلا حسنا دوت خلال الالوان اللي نازله بشكل كبير. ولكن انت دايما تقولي ان مش كل الاجسام بيليق عليها كل الالوان، ومش كل الالوان بتاعه البشره يليق عليها اي لون اختاره. اعرف ازاي الالوان اللي بتليق لي عشان لما اروح اشتري قطعه ما بقاش شاريه قطعه غاليه قوي ومكلفه وصرفه، والاقيها مثلا مش لايقه لي ومضطره ان انا كل ما البسها احس ان انا لا مش حلوه عليا، كنت اشتريت اللون التاني. كل شخص له الوانه الخاصه المناسبه له. يعني اي شخص بيعرف يلبس الالوان المناسبه للون بشرته، هذا الشيء راح يعطي نضاره للبشره وراح يعطي اشراقه وضياء لبشرته، بالمقابل انه هو راح يعلق بذاكره الاخرين، لانه هو حيضيف منظر مريح بالنسبه للاخرين وحيرتاحوا له. طيب شو هو السر؟ هلا بالنسبه لاي لون بشره بيحددها اربع اشياء، يلي هي البشره، العروق، لون الشعر، ولون العينين. طيب انا كيف ممكن اني اعرف لون بشرتي؟ في عندي عده طرق لحتى اعرف شو هي لون البشره عندي. حابدا اول شيء بلون العروق. بدي اياكم بس تشوفوا شو لون العروق الموجوده بايديكم. عايزه من الكف هنا ولا هلا انت اذا بدك تشوفي ازرق على نفسك؟ ازرق على نفسك يعني تحسي ازرق مخضر، في ميل ازرق مخضر. طيب بتلاحظوا انه في اشخاص بيعرفوا يحددوا شو هو لون العرق، في بعض الاشخاص ما بيعرفوا يحددوا، في بعض الاشخاص عندهم مثلا هون اخضر هون ازرق. انت تخلينا بص هنا في ازرق مع اخضر. فهذا الشيء بيلبك. طب ايوه كده، ما انا كده اتلخبطت، هيك صار في خربطه. في بعض الاشخاص خلص هو لون عروقه ازرق فازرق، لون عروقه اخضر فاخضر. طيب هذا الدلاله شو؟ لما انا بقول مثلا لون العروق الازرق فانت من صاحبه البشره البارده، اما لون العرق الاخضر فانت من اصحاب البشره الدافئه. طيب انا عملت هذا الاختبار وتخربطت وما عرفت انا من اي اصحاب البشره. عندي كل الالوان. فانا شو رح اعمل؟ في عندي تجربه ثانيه اللي هي تجربه الورقه البيضاء الناصعه. بجيب ورقه بيضاء ناصعه بحطها بمنطقه صافيه خاليه من العروق، وهي افضل منطقه اللي بتكون تحت منطقه الترقوه. بستخدم ضوء الشمس، ما بستخدم اي ضوء ثاني. وبحط الورقه بهالمنطقه هي وبشوف اذا كان
إذا الورقة أعطتني لون زهر فهذا دليل إني أنا من أصحاب البشرة الباردة. إذا أنا أعطتني الورقة لون أصفر على أصفر يعني فأنا من أصحاب البشرة الدافئة. يا الله يا هبران أنا مخربطة ما عم بعرف يعني أنا كده برضو هتقول لك أنا اتلخبطت زيادة ومش قادرة أحدد فعلا اللون. أنا اتخربطت ما عم بعرف لا عم يطلع لي لا زهر لا عم يطلع لي أصفر ما عم بعرف شو. أسهل طريقة وأبسط طريقة لحتى أنت تقدري تعرفي لون بشرتك اللي هي قاعدة الذهبي والفضي. طيب كيف؟ منجيب قطعتين قماش اللي هو اللون الذهبي والفضي. طيب يا هيفرون أنا ما عندي من وين بدي أجيب قطعتين قماش؟ فيك تجيبيهم يعني تعملي هالتجربة بطريقتين، يا أما قطعة ملابس تكون أنت موجودة عندك بالبيت بهاللونين هاي، يا أما تدخلي لك على شي متجر حجابات أو متجر ملابس تعملي هذا الاختبار. طيب خلينا نعمل اختبار سوا. انت لابسه الرمادي وجاهزه خالصه على طول انا مجهزه على طول خليك تجربي الذهبي اجرب الذهبي انا استاذه ندى تجربي هاتي تسنيم تفضلي بس لما بدنا نجربه بدنا نحطه على كل الوش بحيث ما يبين اي قطعه لون ثاني انت عايزاه او كده تعمل ازاي ده ايوه بخ يا جماعه يعني بس دي طلعت مستطيله ايوه كده تمام تمام طلع علي ايوه عارفه زي السوداني اي خدمه ايوه اوكي بس انا بطلع عليكي ولو ما بدي اطلع بتطلع على بس سنين بلها بلبسها استاذه انا بدي احطيه بهالطريقه هاي استني كده ايوه بسم الله غطي المنطقه كده ايوه عشان أيوة. اظبط معاكم في الكاميرا برضو على الهواء يا اخوانا مش عايز البنفسجي ادمي شويه تبين البنفسجي انت عايزاني كمان اخليه ايوه خبيه كله يعني على كل وشك تمام هلا انا حاطلع على الاستاذه ندى والاستاذه تسنيم على منطقتين بالوش هي المنطقه اللي بتعطيني نضاره وضياء اللي هي منطقه تحت العينين ايوه ومنطقه حوالي التم ايوه تمام هلا بعدين بحكي لكم السر ليش ايوه خليني بس اركز عليكم أيوة. تمام ايمي استاذه شيل او شي استاذه شيلي ايوه تمام اوكي ايوه نشوف بقى ندى حتجربي لي ايمي هذا لو سمحتي وجربي لي الذهبي بس بقى للعلم المسحوق بتاع الغسيل بتاعك حلو قوي برضه دي حركه ستات برضه ايوه البس ده ايوه استني لبس لك الرصاصي جاهز اهو سهلت عليك يا هبرون لو كنت قلتي كنا خلينا عند لبسة الذهبي ايوه يلا استني كده اما اظبطه في الكاميرا ايوه يا جماعه استاذنا هذا دغري فرقت مباشره فرق معي اول ما حطيتي مباشره بصي يا هبرون انا امر في كل الاحوال طبعا موازين لي تواضعا والله بصي بقول لك طبعا كل الالوان بتلي عليا حبيبتي خالتي الحاجه هي جت وصلت طيب استاذه ندى انت من اصحاب البشره الدافئه الايه الدافئه انت يليق عليك اللون الذهبي اكثر من اللون الفضي ايوه الاستاذه تسنيم خلاص لا خلاص الاختبار استاذة تسنيم لا عليكي اللون الفضي اكثر من اللون الذهبي فانت من اصحاب البشره البارده برده برده مظبوط مش عارفه انت اللي بتقولي بقى انت بتقولي احنا ما عملناش قبل كده الاختبارات دي طيب يا هبرون انا بعد ما عملت هدول التجربه شو هو الالوان البارده والالوان الدافئه الالوان الدافئه اللي هي الالوان الترابيه اللي هي اللون البني ودرجاته اللون الاحمر البني الاحمر برتقالي الاصفر والزيتي احنا معانا دقيقه على الفقره معلش عذرا لمقاطعتك بس معانا دقيقه أيه. عايزين ناخد الخلاصه منك في الدقيقه تمام واللون الالوان البارده اللي هي السماوي الاخضر البنفسجي الوردي طيب نحن كيف نقدر نحن نطلعهم عملوا بحث شعروا مباشره معكم في الالوان البارده والالوان الدافئه طيب لازال الحديث بقيه نستكمله معاك ان شاء الله في حلقات قادمه بالتفصيل باذن الله ولكن بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا على التفاعل الجميل ده مصممه الازياء هبرون شكرا جزيلا ليكي وفعلا اللبس بيفرق كتير قوي في النفسيه لو الواحد لبس الحاجه اللي بتمشي عليه وبتطلع احلى فيها